اللهم اهدنا سواء السبيل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تنطبق على الذين يؤخرون الصلاة لآخر أوقاتها، محتمل، لأنه يحرم تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري بحيث لا يبقى من الوقت إلا ما يسع لأداء الفريضة مرة واحدة. صلاة وجب موسع، تستطيع أن توقعها في أي جزء من أجزاء الوقت، وتظل الصلاة واجبا موسعا إلى أن لا يبقى من الوقت إلا ما يبقي لأداء الفريضة مرة واحدة، فيتحول الواجب الموسع إلى واجب مضيق. إن أخرت عن هذا الوقت دخلت في التحريم قطعا، وإذا أخرتها سوف تنقرها كما يعني كنقر الديكة، وسوف تكون مسرعا متعجلا، تفتقد الخشوع وتفتقد السكينة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اللهم اهدنا سواء السبيل.